اجتازت امتحانات البكالوريا وكانت النتيجة نجاح يفوقه نجاح، 19.14 من 20، معدل وطني. هي كنزة أصالح المتفوقة الأولى في البكالوريا، تعيش أيام الفرح بتحقيقها هذه النتائج. تعبت وقريت وستيوناني دو ساكريفيس ولي قراينا هي. أنا نتمنى يعطوني منحة اون بورس يكرموني، وإن شاء الله باش نواصل ميزيتود في الخارج، نبدا هنايا بوركوا با، ولا يعطوني ديراكتومون لهيك، وإن شاء الله كي نعاونو لي هنايا في الجزائر نفرحكم كيما فرحتكم هاد العام. أولياء التلميذة توقعوا لها هذا التفوق لتميزها بالمراتب الأولى طيلة سنواتها الدراسية. قبل القراية تبدأ بالتربية، التربية من الصغر تبدأ، ومن بعد تدخل القراية، وهي متابعة يوميا ومتابعة دائمة. ما نقدرش نعبر عليها الفرحة اللي راني فيها، باسكو خدمة كنزة، خدمة من سنة أولى، elle a toujours été régulière. والحمد لله بون إليف ريغولييغ إلا ترافايي. وهي كانت تتمنى تفرح والديها وتفرح الأساتذة تاعها وتفرح طول الموند. البنت نتاعي إن شاء الله بفضل ربي تختار اللي حبت، وحنا نعاونوها كيما عاونوها من نهار الأول، نعاونوها جوسكا بغيتها. نشكر الوالدين لأن هما النجاح ما جاش وحده، كامل عطاوني يد المساعدة. إذن هو تكريم بالشهادة بعد اجتهاد وعمل طيلة سنوات، فهنيئا لها ولكل الناجحين.